دلوقتي نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة وأهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع 32 من الخطة التدريبية للمحليات 2023-2024 دورة تدريبية لتطوير مهارات وإدارات منظومة حقوق الإنسان، بيشرف على تنفيذها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة بالتعاون مع الأمانة الفنية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية. بيستفيد منها 28 من رؤساء وحدات حقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. النهاردة هتعقد المدارس الثانوي تقييمات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام في المواد غير المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني، ونبهت المدارس على عقد الامتحان العملي للطلاب في مواد الحاسب الآلي والمواد المهنية منها تكنولوجيا الزراعة والصناعة طبقاً للجداول المعلنة في نفس يوم امتحانات المواد خارج المجموع، وهي الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواطنة وحقوق الإنسان والتربية الدينية والتربية المهنية ومادة التربية الرياضية. النهاردة وزارة العمل هتفتتح ورشة عمل بعنوان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمكين الشباب ومكافحة البطالة اللي بتنعقد بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبيتم تسليط الضوء على أهمية الاستراتيجية ودورها في فهم ملامح سوق العمل الحديث وآليات التعامل مع المتغيرات اللي بيشهدها سوق العمل. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع أربع مباريات قوية في إطار الجولة 34 من عمر المسابقة، هيلتقي إيفرتون مع نوتنغهام فورست في الثانية والنصف ظهراً، وفي الساعة الرابعة هيلتقي كريستال بالاس مع ويست هام، في نفس التوقيت هيلتقي أستون فيلا مع بورنموث، وفي الخامسة والنصف هيلتقي ليفربول مع فولهام. لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم النهاردة أيضاً مع مباراتين مهمين في إطار دور الذهاب لنصف النهائي لبطولة الكونفدرالية، هيلتقي الزمالك مع دريمز أف سي الغاني في الساعة السادسة مساءً، وفي التاسعة ليلاً هيلتقي اتحاد العاصمة الجزائري مع نهضة بركان المغربي.